كيسالي معايا قد النصب. النصب ولا عندنا في الدم كبير وصغير ولا فيه النصب. تصوروا دوك صحاب السماوي الله يداوي صحاب الحال وقفوا على واحد السيده قدام عينيا طمسوها بعدش شنو قراو عليها وديك السيده الجن ما يصور منها والو. بقاو عليها بقاو عليها بقاو عليها حتى جبت لهم الدب ديالها كامل جبت لهم الفلوس وهما يدركوا هربوا. هادوك النصابه خطر. واحد منهم طلع الطوبيس طلع الطوبيس ما لقاش فين يجلس بدا كيشوف واحد البنت وبدا كيتحرش بها شويه هي بدات كتضحك وهو كيضحك. واحد الوقت ويجي حداها قال لها عافاك البلاكه الجايه نزلي نهضر معاك. مسكينه على نيتها وصلت البلاكه الجايه وهي تنزل واش دار هو؟ مشى جلس في بلاصتها انصب على البلاصه ديالها نصابه خطر. واحد النهار وانا حضيهم تبعتهم دخلوا لواحد الريستورون واحد ريح القدام في الريستورون الثاني ريح الوسط والثالث ريح في الاخر. مشاو ديك الريستورون كلاس يتعشاو تعشاو سلاو. جا السربيه عند الاول قال له تعشيتي؟ قال له الله يخلف. قال له خلصني؟ قال له الله يا ودي خلصت قبيله ما عقلتيش تلفتي ولا مالك؟ قال له السربيه ما يمكنش. قال له يمكن خلصتك او وباليماره كنت كنخلص فيك وداك السيد كيشوف فيك. قال له فين هو؟ ها قال له هذاك اللي مريح الوسط. مشى عند الوسطاني قال له السلام عليكم بغيت نسولك. قال له نعم. قال له هذاك اللي في الراس في التخله واش خلصني ولا مازال؟ قال له الله يا ودي الوقت اللي كنت كنحسب لك الفلوس وكنخلص فيك انا خالصك هو ما تقتيش. قال له لا. قال له سير عند الاخراني. مشى عند الاخراني ويقول له الله يخليك كنذوقوني في هذا الريستورون هذوك جوج ديال الناس واش خلصوني ولا مازال؟ قال له اخويا يخلصوك ولا يقعدوا؟ رد عليا الصرف خليني نمشي في حالي من الصباح وانا كنتسنى فيك.